واحنا في صوم العذراء بنتأمل في حياة العذراء وهي مجموعة مليانة بالفضائل. عشان كده ربنا لما جاء في ملء الزمان اختار السيدة العذراء لما شافها مكتملة الفضائل. فكان في مرة أبونا يعقوب وهو هربان من أخيه ورايح على أرض حاران عند خاله، نام وهو نايم شاف حلم جميل، شاف ان في سلم، السلم ده واصل من الارض للسماء والملائكه نازله وطال عليه، وفي اخر السلم كان شاف رب المجد بيكلمه من فوق. كان السلم ده سلم يعقوب، هو ده السلم رمز للست العذراء اللي ربنا من خلاله نزل واتجسد. السلم ده هو مجموعه من الفضائل، سلم الفضائل المكتمله في السيده العذراء. السيدة العذراء لما كانت أمها حنة عاقر، وبعدين طلبوا من ربنا لو جه طفل إنه حينضروه في الهيكل، جات السيدة العذراء وبعد 3 سنين دخلت الهيكل وهي طفلة سنها 3 سنين. ومجرد ما دخلت الهيكل وهي عاشت بحياة الأبوة مع ربنا، أبوها وأمها تركوها وهي في الهيكل قاعدة بصلوات متعبدة لربنا، عايشة حياة التأمل. بير أبوها هو ربنا، خلاص أبوها وأمها تركوها، لدرجة هم لما جابوا طفلة تانية سموها مريم على أساس خلاص إحنا استغنينا عنك. فضلت الست العذراء في الهيكل بتخدم، عايشة حياة البذل وحياة الحب، ربنا هو أبوها. فضلت بتخدم من سن 3 سنين وهي بتخدم جوه الهيكل. كان في بيت موجود في الهيكل، بيت المكرسات، خاص بالبنات اللي هي كرست حياتها لربنا. البيت ده بيسموه ألما، ألما يعني مكرسة أو عفيفة أو بتول. عاشت من سن 3 سنين بتخدم، بتشيل الروز بتاع البهايم اللي كانوا بيقدموها زبايح، بتصنع ملابس الكهنوت وبتنظف ملابس الكهنوت، بتصنع الستر بتاع حجاب الهيكل منذ 3 سنين وهي عايشة مع ربنا. من 3 سنين وهي عايشة حياة الألم وحياة الخدمة وحياة الحب، لحد ما وصلت ما بين 13 ل 14 سنة، ولما بلغت ابتدوا يطلعوها من الهيكل على أساس يخلوها ترتبط. حتى لما خطبوها لحد، خطبوها ليوسف النجار، كان أكبر من سن 90 سنة. عاشت مع ربنا بحياة التسليم. أكتر فضيلة ربنا اختارها في الست العذراء، شاف فيها حياة البساطة وحياة التواضع، لأن ربنا اللي نزله فوق من السماء كان فضيلة الحب وفضيلة التواضع. عشان كده ربنا قعد فترة طويلة باصص من السماء عاوز يختار اللي هي تحمل لقب والدة الإله، ما شافهاش غير في الست العذراء اللي هي مكتملة الفضائل. أكتر فضيلة شافها ربنا هي فضيلة التواضع. حد يقدر يستحمل ان هو ياخد لقب والدة الاله؟ يقول كده في القول ان الواحد يستحمل ممكن الهوان ويستحمل الالم ويستحمل الذل، وممكن يستحمل ان هو حد يشتم فيه او يهونه، لكن ممكن يستحمل كرامة عالية عليه ممكن العقل ما يستحملهاش. عشان كده الست العذراء كانت تخفي جميع الامور في قلبها. بسيط لما نلاقي أخوال الست العذراء، يقولوا كده في التلمود اليهودي: الذين يعرفون لا يتكلمون. هي إنسانة كانت متضعة، بتشوف عجائب كتيرة، وبتشوف كانت بالنسبة للسيد المسيح معجزات، وبتشوف عجائب كتيرة، هي لقب والدة الإله، لكن كانت إنسانة متضعة تخفي هذه الأمور كلها في قلبها. عشان كده أكتر فضيلة ربنا شافها في الست العذراء فضيلة التواضع، لأن اللي هيحل فيها الإله. هل هتستحمل إن هي تاخد لقب والدة الإله؟ كان أمر عجيب وأمر إلهي عجيب إن الروح القدس يحل داخلها ويطهر المستودع بتاعها. عشان كده ربنا على مر السنين عمال يبص مين فعلا تستحق إن هي تكون والدة الإله، ليها هي في السيدة العذراء مريم إنسانة بسيطة، إنسانة عايشة حياة البتولية وعايشة حياة الطهارة، كانت قمة التواضع. أي حد ممكن ما يستحملش، مثلا لو ست مثلا ابنها بدكتور بملك بوزير برئيس، بتمشي بتفتخر أنا ابني وصل للمرتبة الفلانية،
لكن السيدة العذراء ربنا لما اختارها كان مختار واحدة فعلا تستحمل هذه الكرامة العظيمة، تستحمل ان ولدها يتجسد ويكون هي فعلا لقب والدة الإله. فضيلة التواضع، يقول لك مرة الأنبا بخمس سألوه راهب نفسي أشوف ربنا، قال له عاوز تشوف ربنا شوفه في إنسان متضع، لأن اللي لازل ربنا من السماء هي فضيلة التواضع. عشان كده ربنا كان لازم يختار حد يكون فعلا في فضيلة التواضع. كمان كان عندها حياة التسليم، إن هي لما قال لها هتروحي لإليصابات تخدميها، هتروحي لمصر الهروب إلى قصة مصر، هوذا أنا أمة الرب، عايشة حياة التسليم وعايشة حياة الإيمان. كان عندها حياة الإيمان وحياة التسليم، هوذا أنا أمة الرب. كمان كانت عايشة حياة الصلاة، مجرد ما الكلام الملاك كلمها قالت تعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي، نسبت التمجيد لربنا، نسبت حياة التمجيد اللي أنا فيه ده من عندك يا رب، أنت يا رب أنزلت المتكبرين من الكراسي ورفعت المتضعين. الإنسان فعلا اللي عايش بحياة ربنا وربنا بيديله نعمة بيمسبش المجد ليه، يقول يا رب أنت اللي عملت كده، تعظم نفس الرب، عايشة حياة الصلاة وحياة التسبيح، حاسة بنعمة ربنا في حياتها. اللي أنا فيه ده يا رب مش من عندي، ده من عندك أنت يا رب. عامل زي يوسف الصديق لما جاء الملك يديله أنه يفسر الحلم، راح يوسف الصديق كده بمنتهى التضاع، ليس لي الموضوع ده، مش بتاعي أنا، الموضوع ده نعمة من عندك أنت يا رب. ده اللي حصل مع الست العذراء لما عاشت حياة الصلاة والتسبيح، مجرد من الملاك قالت تعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي. كمان كانت عايشة حياة الألم. سمعان الشيخ أول ما هما بيباركوا الطفل يسوع قال لها يجوز نفسك سيف، هي عايشة حياة الألم منذ إن هي ولدت الطفل يسوع. يا رب دي المفروض هي دي أمك، دي ولادة الإله، المفروض يا رب تريحها وتحطها في قصر من قصور، تخليها يا رب تولد في مزود البقر وتخليها تعيش حياة العذاب وتمشي في الهروب في قصة مصر، وتشوفك يا رب وانت طول فترة التجسد وفترة الخدمة بتاعتك، لدرجة ان في مرة كانت تشوف السيد المسيح هو بيتهان، كان في مرة أقاربه قالوا له في مرة انت مختل العقل، شايف ابنها رغم ان هو الاله لكن السيد المسيح كان مضطهد من الفريسيين ودايما بالاقوال اللي عليه انت مختل العقل، شايفه ده كله وهي محتمله، لحد ما وصل القصه عند الصليب شافت ابنها وهي بيتعذب. كان اصعب منظر للانسانه لما تشوف ابنها على الصليب. كان المفروض في القوانين الرومان ان عندهم كده نوع من الرحمه، لما يجي يصلبوا حد يمنعوا أقارب المصلوب أن يحضر الصلب شفقة على الإنسان اللي بتصلب وشفقة على الأقارب، لكن هم ما عندهمش كانوا رحمة، سمحوا للست العذراء أن هي تخش وتشوف العذبات وتشوف الألم. أصعب منظر بالنسبة لها لما تشوف ابنها هو بيتعذب على الصليب، كان الألم ده مشترك بينهم، الاثنين كانوا حاسين ببعض والاثنين مجربين الألم، اللي بيجرب الألم بيحس بألم غيره. مرة كان أبونا عبد المسيح الأقصري، كان اسمه أبونا مرقص، كان ابنه اتنيح، وبعدين كان في نفس الظروف كانت في واحدة ست كبيرة ابنها اتنيح، والست دي مش راضية متعزية، الناس عمالة تزورها وابنك راح السماء، ابنك في الفردوس، قالت أنا عارفة ابني في الفردوس بس مش متعزية، ده ابن ضنايا اللي راح، وبعدين أبونا مرقص ده جاي يزورها، فراح مطلع كل الناس ودخلوا الأوضة بتاعتها وقال لها بصي انت ابنك اتنيح وانا ابني اتنيح، تعالى نبكي مع بعض. لما بكوا مع بعض الاتنين عزوا مع بعض والاتنين طلعوا معزين. اللي بيجرب الألم بيحس بألم الآخرين، عشان كده الست العذراء عند الصليب هما الاتنين حاسين بألم بعض، هي منذ ولادة السيد المسيح وشايفة حياة الألم، شايفة ابنها بيتعذب وابنها بيتهان وهي ماشية معاه في خط السير. الإنسان اللي بيجرب الألم بيحس بألم غيره، عشان كده ولادة الإله كانت مجموعة فضائل مكتملة من حياة التسبيح وحياة الصلاة وحياة الفضيلة الطهارة والبتولية والتواضع. عشان كده ربنا لما بص من كل مجد ابنة الملك من داخل، نساء كثيرين من كرامات لكن أنت فقتن عليهم جميعا،
في ناس كتيرة كان في العهد القديم زي بداية من أمنا حواء وأمنا سارة وأمنا رعوس، لكن ربنا لما بص على السيدة العذراء من فوق قال فعلا دي اللي تستحق لقب والدة الإله، لأن إنسانة مكتملة الفضائل. ربنا يدينا وإحنا عايشين الصوم بتاع العذراء كل واحد يركز في فضيلة من عين، اللي عاوز يعيش حياة التواضع، اللي عاوز يعيش حياة الصلاة، اللي عايش حياة التسبيح، حياة الطهارة وحياة البتولية. كل واحد ما يمرش صوم العذراء غير لما يركز في فضائل العذراء وياخد تدريب مع نفسه مع باعتراف، يا ترى يا رب أنا ناقصني إيه؟ إن أنا أعيش حياة التواضع، إن أنا أعيش حياة الصلاة، إن أنا أعيش حياة التسبيح. ربنا يدينا كده، وزي الست العذراء هي سلم يعقوب، هي سلم الفضائل. ندينا يا رب احنا وعايشين في صوم الست العذراء ان نعيش لو فضيلة واحدة. ولنا كل مجد وكنيسة من الآن وإلى الأبد، آمين.